طيب اتفقنا انه المطلوب انه انا عندي قائمة من الاسماء، تمام؟ بدي اعد الاسم الاكثر شيوعا. ايش يعني الاسم الاكثر شيوعا؟ الاكثر تكرارا. فاتفقنا انه الحل انه انت بنفعش انه انت تستخدم كاونت واحد، بدك لكل اسم كاونت. فبالتالي افضل حل انه احنا نعمل ديكشنري بيكون الكي فيه عبارة عن الاسم والفاليو عبارة عن التكرار الكاونت، تمام؟ فبالتالي هاي الاسماء، انا عندي احمد، محمد، علي، حسن، خالد، ورجع تكرر معنا احمد ومحمد، تمام؟ الان هاي الديكشنري اللي انا بدي اعد فيه الاسماء، احنا اتفقنا انه الكي هو النيم والكاونت هو اللي بيكون الفاليو. الان احنا بنروح بنلف على كل اسم موجود في القائمه في النيمز. اذا كان الاسم هذا موجود في الديكشنري، طبعا هذا الكلام حيكون فورس في البدايه في اول اسماء، تمام؟ بيكون انه احنا بدنا نعمل ابديت للكاونت تبعه. كيف نعمل ابديت للكاونت تبعه؟ بقول له انه النيم كاونت او النيم ديكت اوف النيم، اعمل لي ابديت لإله، زود على الكاونت واحد بلس ايكوال 1. إلس بيكون هو لسه مش موجود واحنا اول مره نصادف هذا الاسم، تمام؟ اعمل لي عمليه اضافه. كيف يعني عمليه اضافه؟ انه ضيف لي اياه في الدكشنري نيم، ضيف لي هذا الكي الجديد اللي هو نيم في النيم ديكت، وخلي لي الفاليو تبعته واحد. هي اول مره نصادف. طبعا هنا في عندك جمله طباعه عشان تشوف انت الدكشنري اول مره وثاني مره وثالث مره، او ثالث يعني اول لفه وثاني لفه وثالث لفه بهذا الشكل. يفترض انه احنا ما نحطش جمله الطباعه في اللوب، بعد ما نخلص بنطبع التكرارات. طبعا بشكل طبيعي انه انت عندك الدكشنري في البدايه فاضي، هيو احنا عرفناه فاضي. احمد هل هو موجود في الدكشنري؟ فولس. فبالتالي سطر 6 اللي حيتنفذ حينضاف. هاي الناتج تبعه انضاف انه احمد اول مره نصادفه والتكرار تبعه 1. محمد نفس الكلام فولس، ضيف لي اياه، صار عندي احمد ومحمد التكرارات تبعتهم 1 و1. بعدين علي انضاف، عفوا هنا علي انضاف، بعديها حسن، بعديها خالد، بعد خالد خلص اتكرر معايا هنا هاي، وبعد خالد رجع معايا احمد ومحمود. عملنا هنا ابديت للفاليو، بدل ما كانت 2 صارت 1 في هذه اللفه، واللفه اللي بعدها محمد بدل ما كان 1 صار 2 بهذا الشكل، تمام؟ يبقى هاي انه بكون الاسم لسه مش موجود وبدنا نضيفه بفاليو الكاونت تبعه بيكون 1، تمام؟ واضح يا شباب؟